بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبيباتي من جديد مع فيديو جديد في رك الخياطة. اليوم بإذن الله راح نشارككم طريقة خياطة وفصالة هذا التوربون للكبار بأسهل وأبسط طريقة وبدون تعقيدات، وفي دقائق معدودة توجدوه يخرج شباب بالبزاف كما راكم تشوفوا. هذا هو شكله، نتمنى ينال إعجابكم. ما نطولش عليكم، نروح مباشرة للطريقة. اذا هنا عندي بقايا من قماش القطيفه، ماذا بكم ديروا القماش اللي يكون يتكسل او يتطوط. عندي هذه القطعه كانت سبق لي وفصلتها، وهذا المقاس للكبار فصلتها مسبقا باش ما نطولش عليكم في الفيديو. وهذه الجهه من هنايا هي اللي تتكسل كما راكم تشوفوا او تتطوط بهذا الشكل. تقدروا ديروا اي قماش، المهم يكون يتكسل. اما لتزيين التوربون او البوني فلكم اختيار. انا غادي نستعمل هذا البروش في الاخير بعد ما نكمل الخياطه تاع هذا البوني او التوربون، نحكمه في الاخير فيه ويجي ساهل ماهل. كي تبغوا تصبنوا التوربون تاعكم تقلوا هذاك البروش باش تستحفظوا عليه. تقدروا ديروا كذلك ورود، المهم يبقى على حسب الرغبه تاعكم. اذا القياس تاع القطعه من هنا عندي حوالي 55 سنتيم. هذه من هنايا دوره الراس، ومن هنايا الارتفاع او الطول حوالي 35 حتى 36، ثم ديروا 36 سنتيم هكذا باش يجي وافي. اذا نجي من هنايا ندير ثانيه ثم ثانيه الى الداخل بهذا الشكل، وندير كفه هنا بعد ما خيط. ومن المستحسن يكون الخيط نفس لون القماش. نطوي القطعة على اثنين بهذا الشكل، ونجي من هنايا ونحاول نقص على شكل دائري، لكن تحاولوا ماذا بكم تديو اكبر كمية من القماش، يعني ما تكلعوش بزاف بهذا الشكل. يعني الطريقة ولا اسهل البنات، اي مبتدئة حتى اللي جامي تكون فصلت ولا تكون خيطت تقدر تدير هاد البوني او هاد التوربون باسهل طريقة في دقائق معدودة تخدمه. يعني طريقته سهلة 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 جدا. هذا هو شكله. الآن غادي نكمل الخياطة فقط باليد. عندي إبرة وخيط، نثبت أولا الخياطة من هذا الجانب هنا كذلك. ماذا بكم الخيط يكون نفس لون القماش، وندير غرزات متقاربة بهذا الشكل حتى نكمل ونوصل للجهة الأخرى. نتمنى حبيباتي اذا ما راكوش مشتركين ما تنساوش تشتركوا، كذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونحاول نقدم لكم المزيد والافضل بحول الله. اذا هنا بعد ما كملت نجبد الخيط مليح بهذا الشكل، ونلاقي الخياطه. اذا من هنا في الجهه الاخرى ندخل الابره بهذه الطريقه ونثبت الخياطه ونكمل نخيط. اذا هنايا نمتن الخياطه اولا، ولازم الخيط تجبدوه مليح مليح. وهنايا نزيد نغلق بالخياطه بهذه الطريقه. نتمنى البنات تجربوا هاد التوربون، يعني يخرج شباب شباب بالبزاف على الراس او على الشعر. وكما شفتوا يعني ساهل ماهل. نكمل نبلع كامل هاد القطعه بهذا الشكل، وفي الاخير نمتن الخياطه ونقص هذاك الخيط الزائد. وهذا هو شكلها بعد ما قلبتها، نتحصل على تكميشات. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم مسبقا فلكم اختيار تزينوه بوش ما بغيتو او بوش ما يكون متوفر عندكم. انا غادي نزينها فقط بهذا البروش. تقدروا ديروا ورود او الجيلاتين، يعني اي حاجه، او ليزيست خاص. اذا شوفوا البنات شكلها النهائي خرج شباب بالبزاف.
نتمنى يعجبكم الفيديو وفرجة ممتعة حبيباتي، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.